دكتور ابراهيم، كنت عايز اسالك سؤال عن التصحيح، هو ماشي ازاي وايه المشاكل اللي بتواجه حضرتك في التصحيح؟ دراستك بالنسبة للتصحيح بعد الامتحان، كل أستاذ بيجي ياخد الورق بتاع الإجابة بتاع الطلبة، وطبعا بيعدوا ويطبقوا مع الأعداد بتاعة الطلبة اللي حضروا الامتحان، وبعد كده بنديله مثلا بنقول له سلم الامتحان، يعني تصحيح حدود مثلا 48 ساعة، في منهم من بيلتزم وبعضهم ما بيلتزموش، يعني بس اللي ما بيلتزموش يعني أقلية. هذا يعني في مشاكل مثلا ازاي مثلا تكتشف مثلا في غش مثلا في الإجابة معينة في ايه يا فندم؟ غش؟ لا، الغش بيتعمل له محضر وورقته بتتحجز، ما بتروحش للأستاذ. يعني الطالب اللي بيغش بتعمل له محضر، تتلغي له المادة، وبناء على ذلك الورقة ما بتطلعش، بتفضل محجوزة في الكنترول عندنا. طبعا ان شاء الله التصحيح هيخلص امتى؟ والله احنا يعني المفروض ان خلال الاسبوع ده يكون الناس كلها خلصت تصحيح وجابت الورق بتاعها. النتيجة على اخر الاسبوع يعني ان شاء الله. شكرا. تحت امرك.